رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وهيبقى فيديو سريع جدا عن رمضان ورمضان بيعمل فينا ايه في جسمنا وبشرتنا وشعرنا. وكل سنة وانتم طيبين وبعد الايام زي ما بيقولوا، زي ما انتم شايفين قد ايه وشي بافي اهو وحوالين عينيا تقريبا، ده السيكونس بتاعي الطبيعي في رمضان. فيديو النهاردة هيبقى للجسم وللشعر وللبشرة، والحاجة الجديدة ان انا مش هعمله بس النوع البشرة بتاعتي او نوع الشعر بتاعي او نوع الجسم بتاعي، لا هعمله لكل انواع الجسم والبشرة والشعر عشان يفيد اكتر عدد من الاودينس بوسيبل. اول حاجة هبتدي لكم بيها هي الشعر، وبعد كده هنزل على البشرة، وبعد كده على الجسم والحد حتى الفيت او الرجلين. اول حاجة طبعا شعرنا، عشان في رمضان في ناس كتير لسه بتقعد تعمل شعرها وكده في رمضان. انا الصراحة بحب اخد رمضان انه بريك لشعري وبشرتي، وبحب اهتم ان هما يعني زي ما يكون هو ريكوفري للسول، يعني زي ما الروح بتتجدد في رمضان، بحب برضو ان شعري وبشرتي يتجددوا في رمضان. وعشان كده زي ما انتم شايفين معظم الشعر معظم الشهر ببقى لما شعري زي كده، علشان اسيبه ان هو يتحافظ عليه حتى من العوامل الطبيعية بتاعت الانفايرمنت زي التراب والحرارة والكلام ده كله. من اهم طبعا ادوات الترطيب للشعر هو الماسك، وطبعا انا مش هتكلم اوفر جان على الماسك ده انا قد ايه بحبه، هو الشيا مويستر انتنسيف هايدريشن ماسك. انا مشوفتش في حياتي حاجة بترطب زي الماسك ده، وعشان كده انا بحبه جدا جدا. بتعمليه 45 دقيقة قبل الحمام، وحتى ممكن تحطيه ومش مؤذي خالص لو ما حطيتيهوش على الروتس، ممكن تنامي بيه لمدة يوم. احسن من احسن الكونديشنرز برضو اللي استخدمتها هو ده، معرفش ليه هو مش موجود في مصر بالشكل ده، بس موجود في مصر باشكال تانية في صيدليات زي صيدلية بلوم اللي دايما بقول لكم عليها عشان هي فعلا فيها كل حاجة، هو لوريال بوتانيكلز. ده خالي من السيليكون ومن السلفيت، فهو تحفة جدا لو انت من النوع اللي بتحافظي على شعرك من السيليكون والسلفيت. بيخلي شعري اولا ما بيشيلش من الفوليوم خالص، بيرطب الشعر جدا جدا جدا. شعري دايما ببقى having a very good hair day لما بكون بستخدم اللوريال بوتانيكلز. طيب اخر حاجة بقى اللي احنا الاول بنعمل الماسك، وبعدين بنعمل الشامبو. الشامبو من الشامبوهات برضو اللي بترطب الشعر جدا، للأسف هو مش عندي دلوقتي بس استخدمته فترة طويلة زمان وكان بيرطب شعري جدا. الشامبو بتاع الكيراتين بايو مش عارفة ايه كده، هحط لكم برضو صورته دلوقتي، بيتباع في المحلات بتاعت مستلزمات الكوافير زي هو سمير ويليام وبيوتي بوينت اللي موجود في أرض الجولف، وأي محل من مستلزمات الكوافيرات، وأعتقد في سوبر ماركات كمان بتبيعه. هو حلو جدا بالأرجان أويل تقريبا أو بالأرجان، بس هو فعلا فعلا كان من الشامبوهات اللي بتنعم الشعر بشكل غير طبيعي وبترطبهم جدا. بعد ما نخلص الشامبو بنخش في البلسم، والبلسم الاولاني اللي انا وريته لكم هو البلسم ده. طب افرض انت لو شعرك مش عامله نظام السيليكون والسلفيت فيه، فانصحك جدا بالكونديشنر ده. ده اسمه ارجان اويل اوف موروكو من البراند دي اسمها هاسك، اعتقد برضو ليه شامبو اسمه من هاسك برضو. الكونديشنر ده تحفه جدا، هو للاسف فيه سيليكون بس السيليكون اهو زي ما احنا شايفين ديميثيكول وديميثيكول، يعني جايين بعد كل الانجريدينتس دي، فهو حتى نسبه السيليكون اللي فيه مش كبيره، وبيطري الشعر وبيرطبه بشكل غير طبيعي، لان طبعا الارجان اويل من الحاجات اللي بترطب الشعر جدا. بعد كده برضو هقول لكم الليفن كونديشنرز. الليفن كونديشنرز للشعر اللي هو فيه سيليكون وسلفيت، والشعر اللي موقف سيليكون وسلفيت. لو انت موقفه سيليكون وسلفيت ومحتاجه ترطيب عالي جدا، انا عامله لكم فيديو مخصوص عن الكومباريزن بتاعه الليفن كونديشنر ده، بس هو في الفيديو ده انا هقول لكم بس ان هو اكتر ليفن كونديشنر رطب لي في حياتي كلها، اللي هو من كينكي كيرلي نوت توداي. بيعمل ديتانجلينج او بيفكك التشابك بتاع الشعر تحفه، وفي نفس الوقت بيرطب تحفه. بالنسبه بقى للبنات اللي كانت بتقول لي انا عايزه هيت بروتكتنت او عايزه ليفن كونديشنر ومش فارق لي خالص موضوع السيليكون، انا استخدمت ده فتره طويله جدا في زمن ليس قريب، يعني الصراحه يعني من حوالي سنتين ثلاثه، كان من تريزمي. اعتقد ان هو وقفوا يعني نزوله وبعدين نزلوا بداله بديل. شوفوا ايه البديل هو نزلوه مكانه اللي هو كيرتن سموث ده، وهو تحفه بيوند مينز، كان بيرطب شعري جدا، بيالمينيت الفريز، وكنت بستخدمه في الفتره كمان اللي انا كنتش لسه عامله فيها شعري هيت فري، وكان خلي شعري مترطب جدا. فهو الاثنين دول حلوين جدا، سواء انت سيليكون او سيليكون فري. هنخش بعد كده بقى على البشره. اول حاجه طبعا انا بحب اللي هو دي دايما بريباراتوري كده، اي حاجه عشان ابتدي بيها احط الحاجات بتاعه البشره بتاعتي او المنتجات بتاعه البشره، بستخدم الافن
اوثر مال ده اللي هو الثيرمال ووتر بتاعت افن دي بتبريب وشي. وحاجه كمان لازم اقولها لكم ان الوش مهما حطيتي عليه حاجات ومنتجات بترطب او الهايلورونيك اسيد او مويسترايزرز او اي حاجه بدون ما لو بشرتك جافه تقريبا المنتجات دي كلها هتفضل اون توب ومش هتخش جوه البشره. فالميه بتخلي المنتجات تبنتريت او تخترق جوه البشره احسن فبيدي ترطيب احسن بكتير. عشان كده انا بحب احط المنتجات بتاعتي وهي بشرتي مبلوله. مفيش حاجه احلى من ان انت تدامبن او تبلي بشرتك بميه تعمل لها كمان سودنج او تروقها من الاريتيشن او الحبوب او اي حاجه. وده طبعا لكل انواع البشره الجافه والدهنيه. فانا برشه على بشرتي في اي وقت زي ما انتم شايفين كده بيدي انتعاش وفي نفس الوقت بيبل البشره بسيط علشان بعد كده اقدر اطابق باي منتج انا عايزاه. وبشرتك مبلوله كده بتحاولي تحطي واحد من الهايلورونيك اسيدز. وانا قلت قبل كده عملت كومباريزن ما بين الهايلورونيك اسيد بتاع ذا اوردينري والهايلورونيك اسيد بتاع فيشي. الاثنين حلوين جدا, اي واحد فيهم اسهل في الاكوزيشن او اسهل انت تشتريه هاتيه لان الاثنين حلوين جدا. حاجه برده مهمه قوي ان الهايلورونيك اسيد يا جماعه هو بيساعد على امتصاص البشره للترطيب لكنه ليس مرطب, وبالتالي فانت لازم تطابط وذ مرطب. يعني الهايلورونيك اسيد لوحده مش هيشتغل ترطيب الا لو لازم تحطي عليه مرطب, وكده بتحفظي الترطيب جوه البشره اللي عمله لك الهايلورونيك اسيد. بالنسبه لو كانت بشرتك جافه او بالنسبه لو كانت بشرتك دهنيه وبالنسبه لو بشرتك جافه عملت لك الاوبشنين ده احلى مرطب استخدمته للبشره الدهنيه والمختلطه والعاديه كمان, لانه هو اسمه كلينس هايدرا من افن سوذن كريم. اول حاجه بيهدي البشره الاريتيتد لو بشرتك فيها حبوب او مايله للحبوب او مايله لتكوين الزيوت او للبلاك هيدز او الحاجات دي. هو نون كوموديجينيك يعني مش بيتراكم جوه البشره. وكمان لو في اريتيشن من اي تريتمنت بتعمليها ممكن تستخدمي ده او السيكال فيت من نفس البراند اللي هو افان. الاثنين دول من احلى المرطبات اللي استخدمتهم للبشره اللي فيها ايشو. لو كانت الايشو اللي كانت في بشرتك هي ان هو دراي او ان هي جافه هاندز داون ده احسن مرطب ليكي. هو سانت فري مفهوش ريحه, بيرطب بشكل رهيب, فيه سيرامايدز وفيه هايلورونيك اسيد وفيه حاجات كتير جدا كويسه. باي ذا واي ده هو البرودكت اللي انا قررت انه هينقلنا على السكشن اللي بعده اللي هو الجسم, لان في ناس بتسالني هل ان انا استخدمه للبشره بس ولا للجسم كمان. هو الحقيقه ان اللوشن ده من سيرافي بيستخدم للبشره وكمان للجسم, ممكن تستخدميه زي ما انت عايزه. كمان سعره دلوقتي نزل اوفيشال في مصر, كان الاول سعره غالي جدا من البيجز اللي هي اونلاين وكده, لكن دلوقتي في البراند نزلت بسبونسر في مصر فسعرها غالي رخص جدا. فتقريبا العلبه دي ب 180 جنيه فهي مش غاليه قوي زي زمان. فلو انت كنت شايله هم ان انت تستخدميه على بشرتك, لا هو كمان ممكن تستخدميه على بشرتك بشعر او جسمك تقول بشعرك, فهو مرطب تحفه جدا. طيب بالنسبه بقى للجسم زي ما قلنا اول حاجه للجسم هو السيرافي, تاني حاجه احلى مرطب في الحياه كلها اللي تستخدميه لجسمك بيناعم جدا بيرطب بعمق كل الحاجات دي هو الفازلين ده اللي هو كوكو جلو او اي منتج من منتجات فازلين. بيرطبه جدا جدا جدا, احلى مرطب ممكن تستخدميه لبشرتك بجد. يعني كان في حد على القناه سالني الفازلين احسن ولا نيفيا, مفيش وجه المقارنه اصلا. نيفيا تقيل جدا وتقريبا بيفضل على البشره من بره ما بتمتصوش تماما فبالتالي مش بترطب قوي, ده بيمتص 100% وعشان كده بيرطب البشره بشكل تحفه. انا بحب ان انا بعد ما اخرج من الحمام او اقول لكم السيكونس الطبيعي من الحمام ان انا بعمل سكرابنج, وبحب جدا السكراب بتاع نوتيلا اللي انا هحطه لكم دلوقتي ده, وللاسف خلصان من عندي دلوقتي لانه مليان زيوت وبيعمل سكرابنج وبيسيب الزيوت دي شويه على البشره. وبعد كده بعمل بحط زيت, وزيت اللي انا بستخدمه الحقيقه دلوقتي هو زيت جوز الهند للتجميل, الماركه دي اللي هي ديفاين كوكونات دي. انا بستخدم زيت الجوز الهند ده بالنسبه لي هولي جريل برودكت او برودكت بعمل منه مليون حاجه, بطبخ بيه بنضف بيه الحاجات الخشب اللي هي بطبخ بيها, بحطه على شعري, بحطه ساعات اشيل بيه الميك اب بس حوالين عيني ما بحطوش على وشي كله, برطب بيه بشرتي, بستخدمه كشيفين كريم, بستخدمه حاجات كتير جدا. فده بحطه اول حاجه, وبعديه واحد من كونديشنرز بتوع الجسم اللي انا هقول لكم عليهم. اول حاجه طبعا الفازلين بحبه جدا, ريحته ناتشرال جدا, بستخدمه تقريبا ده افري داي. لو انا عايزه حاجه تكون اكتر شويه فيها ريحه بستخدم واحد من الاثنين دول, هما ده اسمه فريش اند كلين, انا بحبه جدا جدا من فيكتوريا سيكريت من بينك اكشلي. فريش اند كلين ده انا اولا بحب ريحته وبستخدم حتى السبلاش بتاعه, بجيب الاثنين مع بعض ساعات بيبقى عليهم اوفر كل واحد فيهم لوحده ب 450 جنيه, للاسف غاليين شويه. لما بينتين بيكونوا في الاوفر الاثنين مع بعض بيكونوا ب 600 جنيه.
فكل واحد فيهم بيبقى ب 300 جنيه فاحسن كتير. ده ريحته انا بعشقها الصراحه، وانا بحب حاجات بينك جدا لما بكون بحب ادلع نفسي او ليله عايزاها في رمضان كده واحطه بقى ريحتي حلوه وبتاع. او بستخدم ده برده، ده من سيفورا اسمه كوتون فلاور، انا بحب ريحته جدا برده، بيرطب جدا جدا، هو مرطب وبينعم والكونسيستنسي بتاعته خفيفه وريحته تحفه جدا. فده ممكن استخدمهم حتى اون توب اوف الفازلين، لان الاثنين مع بعض هيعملوا مويسترايزنج، وفي نفس الوقت الريحه هتثبت وقت طويل جدا، لانه طول ما البشره مترطبه الريحه بتثبت عليها كويس جدا. طب هتقولوا لي بقى للايدين اللي هي احنا في رمضان بنشتغل بنعمل بنغسل حاجات بننظف المطبخ الحاجات دي كلها، او حتى ان احنا مش بنهتم ببشرتنا، ايه اكتر حاجه حلوه للايدين والرجلين؟ هو ده بصراحه يا جماعه انا ما لقيتش زيه، حتى بتاع بادي شوب اللي انا بحبه جدا ده احلى منه بكتير، ده من نيفيا، وما بشوفوش في نيفيا المانيا، بشوفه هنا في مصر بس، اللي هو اسمه ناتشرال فيرنس او بالفيتامين سي، وبيرطب وبيوحد لون البشره لان هو بالفيتامين سي، بجد بيرطب البشره بشكل غير طبيعي، بيرطب الايدين والرجلين اللي هي معرضه ان هي تكون جافه شديده الجفاف، وتقريبا معظمنا حتى اللي جسمه دهني بيبقى برضو ايديه شويه دراي لان احنا بنغسلها كتير دلوقتي في كورونا وفي رمضان وبنعمل حاجات كتير وايدينا في ميه كتير، فده فعلا من احسن المرطبات اللي هما للايدين والرجلين. وده احلى ترانزيشن لفقره الرجلين بقى او الفيت. الفيت برضو لازم تتدلع يا جماعة، يعني ما نسيبهاش نعمل كل ده ونسيب رجلينا كده تكون جافة. انا للأسف من الناس اللي في البيت ما بحبش البس اي حاجة في رجلي خالص، وعشان كده رجلي بتبقى شوية جافة معظم الوقت. عشان كده واحدة صاحبتي جابت لي هدية، والصراحة هي حلوة قوي، من براند انا بحبها جدا جدا، هي ايف روشي، اللي هي المجموعة الفيت دي هقول لكم عنها بسرعة وقد ايه هي بتشتغل كويس جدا. اول حاجة من البراند من المجموعة دي هي الفوت سكراب، دي من ايفرشي باللافندر، اولا ريحتها تحفة، وبتعملي سكروبينج للرجلين بسرعة جدا، مش محتاجة انت تقعدي وتعملي باديكير وكده، ممكن تعمليها في الدوش. في مينلي هو الكريم، هو ده اللي بيرطب برضو، ريحته لافندر، ريحته فظيعة، ورغم ان هو يبان ان هو خفيف كده بس هو فعلا بيرطب الرجل تحفة. طيب في حاجتين كمان هي جولي، هما الديودرنت والاندي فاتيك ايس جل، ده جل علشان لو رجلك كانت في طول النهار في الحر، بالذات الحر اللي احنا فيه دلوقتي ده وفي الجزمه وكده، بيقلل الاجهاد اللي في الرجلين وبيعمل لها كولينج كمان باللافندر، فريحته تحفه. وده ديودرنت لو انت برضو من الناس اللي بتلبسي جزمه وشراب طول النهار، ف بيخلي ريحة الرجلين تحفة، بيخلي ريحة الرجلين ديودرنت، ممكن تستخدميه كل يوم قبل ما تلبسي الفوت وير بتاعك، تحفة تحفة تحفة. اخر بقى حاجة هي اللبس او الشفايف، والحقيقة انا في الموضوع ده مش هجيب لكم حاجات من حتت مخترعة ولا كده، هجيب لكم احلى اتنين مرطبين للشفايف استخدمتهم، ده من بيز لاين، وهو مرطب هايل جدا للبشرة لللبس، اولا هو ناعم جدا وبينعم جدا وكل الكلام ده، بس سعره شوية غالي، بيعمل شمر كده دبل ستروبري، سعره 120 جنيه فشوية اوفر ذا بادجت. في برضو بتاع فازلين لسه ما استخدمتوش بس برضو بيقولوا لي عليه تحفة، انا الصراحة مش محتاجة حتى اجربه لان انا لقيت كل اللي انا عايزاه في اللون بتاعنا ده اللي هو صنع بلدنا وما بيتكسرش، بجد احلى ليب مويسترايزر استخدمته في حياتي هو بالستروبري، بيعمل كمان الافكت اللي انا عامله لكم في الفيديو النهارده ده اللي هو الشيمر واحمر كمان، بيخلي الواحد شكله مش مجهد قوي، بيخليه ناتشرال ومش مجهد وفي نفس الوقت بيرطب جدا. حاجه من الحاجات لازم تعرفوها برضو ان في كونسبت السلاجنج، يعني لو انت برضو بتصحي من النوم الليب مويسترايزر ده بيتمسح او شفايفك جافه جدا فبتمتصه بسرعه جدا، تتوبت وذ فازلين، طبقه خفيفه من الفازلين، الفازلين العادي خالص اللي هو زي ده، لما بتحطيه على المرطب يعني اللي تحطي الاثنين على بعض، تحطي الاثنين على بعض، لما بتحطيه بتصحي بتلاقي ان بشرتك استفادت اكتر بالمرطب العادي. ده كونسبت علشان الحفاظ على الترطيب، يعني انت بعد ما ترطبي باي كان المويسترايزر بتاعك بتحافظي على الترطيب جوه الشفايف بالفازلين ده. في ناس برضو بتحطه على الاندر اي كريم لو انتوا عايزين تحطوا اندر اي كريم، ده فيديو لسه هعمله لكم بتاع الاندر ايز عامه. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وتفضلوا مترطبين وتلاقيوا كل الاوبشنز اللي انتوا عايزينها علشان تفضلوا تحافظوا على جمالكم وبشرتكم في رمضان.
كل سنة وانتم طيبين once again, واشوفكم فيديوز تانية ان شاء الله. وقولوا لي لو عايزين ننزل لايف قريب, انا بفكر انزل لايف عشان اتعرف عليكم وتتعرفوا عليا ونتكلم مع بعض في اي حاجة بخصوص رمضان او اي حاجة تانية بخصوص الشانل. فقولوا لي ايه الوقت المناسب بالنسبة لكم. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. thank you وباي باي.